هذا البرنامج يقدم لكم برعاية برونت. بعد فترة طويلة من المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، جاء وقت المقاومة السياسية. في أول القرن العشرين كانوا عدة حركات سياسية موجودة في الجزائر. من جهة حركة النواب المسلمين اللي كانوا يطالبوا بمساواة الحقوق بين الجزائريين والفرنسيين. أشهر مفكرينهم كانوا الأمير خالد وفرحات عباس، ومن جهة أخرى العلماء المسلمين اللي كان يهمهم خاصة حماية الهوية الدينية، وأخيرا الراديكاليين تاع البيبيا، حزب الشعب الجزائري على رأسه مصالي الحاج اللي كانوا يطالبوا باستقلالهم. وكي اندلعت الحرب العالمية الثانية، فرنسا استعمرت من طرف ألمانيا، إما لعرفوا السياسيين الجزائريين باللي جاء الوقت باش يتفاهموا. في 1943 فرحات عباس قدر يلم كل هاد القوات السياسية حول مشروع مشترك. جمعوهم في ألجي في دار المحامي أحمد بومنجل، وين كانوا حاضرين ناس بيبيا كما لامين دباغين وأصلاح حسين، والعلماء كما العربي تبسي وتوفيق المدني، والممثلين النواب الجزائريين كما الطبيب عبد النور تمزال. بعد هاد اللقاء كلفوا فرحات عباس باش يكتب بيان الشعب الجزائري اللي كان يطالب بنهاية الاستعمار وحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره بواسطة حكومة جزائرية ودستور جزائري. بالطبع الحكومة الاستعمارية الفرنسية رفضت هذا البيان. إما لفرحات عباس كمل نضاله السياسي وأسس حركة أحباب البيان الجزائري. هذه الحركة دارت ضجة كبيرة في الجزائر ودخلوا فيها أكثر من 500,000 أعضاء. من تم عاودت الحالة سخنت ما بين فرنسا والجزائريين. وكي خلصت الحرب العالمية الثانية وتهنت فرنسا من ألمانيا، دارت على الجزائريين، خاصة يوم 8 ماي 1945، كي داروا جدودنا مظاهرات كبيرة لتحقيق متطلبات البيان. وهكذا صراومة جزر سطيف قلمة وخراطة اللي سقط فيها أكثر من 45,000 شهيد. ونحكي يا زمان بلادنا تبقى بلاد الثوار الكبار، الله يرحم الشهداء الأبرار اللي بفضلهم احنا اليوم حرار. هذا البرنامج قدم لكم برعاية برونت.